سي عبد الصمد وجه سؤال في البرلمان حول ما وقع في الكاميرون بالنسبه للمنتخب المغربي والخروج ديالو من الاقصائيه الكان، وطالب سو يعني يعني تحقيقات على مستوى التعويضات والاجور تاع المدربين تاع المنتخبات الوطنيه، علاش هذا دابا؟ لا على كل حال غير باش ندقق شويه المعطيات، هذاك سؤال كتابي يعني ارسلته للسيد الوزير قبل ما يخرج المنتخب المغربي، غير من الناحيه الزمنيه مفيد لانه الناس داروا الربط ما بين الخروج والسؤال ديالنا، لانه منذ مده وكاين حديث على الماليه باش كتسير الرياضه في بلادنا، هذا سؤال كتغيب فيه المعطيات، كاين فيه كلام كبير، كاين فيه ارقام كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما عندناش معطيات رسميه يعني نهائيه. لذلك كان السؤال ديالنا اولا على ودرنا سؤال كتابي، الامر الذي يؤكد بانه الغرض ديالنا نعرفوا المعطيات ماشي نديروا شي حاجه اخرى، كان سؤال ديال باش نعرفوا شنو هي التعويضات اللي كيتقاضاها المدرب الوطني والطاقم اللي كيكون معاه سواء كان طبي او تقني او اداري او غيره، نعرفوا هذه يعني لان هذاك مال الشعب المال العام، ومن الواجب ديالنا كممثلين للامه اننا تكون عندنا كافه المعطيات المتعلقه به باش كيكون واحد النوع من التقدير، وديك الساعه كيمكن بناء على الحصول ديالنا على المعطيات كيمكننا يعني نشوفوا شنو هي المبادرات الاخرى اللي كيمكننا ناخذها. القضيه تاع الاجور تاع المدربين والمساعدين ديالهم ولات مطروحه اكثر، يعني فاش ولاو كما تنقولوا مدنيين اللي تيشرفوا على رئاسه الجامعه من الفاسد فهري الى دابا القجع، واش ما حانش الوقت باش نرجعوا لديك التجربه القديمه ان ما يكونوش المدنيين هما اللي تيسيروا هذا النوع من الجامعه؟ شوف الاهم هو انه يكونوا الرياضيين اللي كيفهموا في التسيير الرياضي هما اللي كيسيروا ناحية، ومن ناحية ثانية أن يكون الوصول ديالهم المواقع تاع المسؤولية على مستوى التسيير تكون بالديمقراطية. أنا عندي هادو جوج ضوابط، الضابط الأول ديال الاختصاص والأهلية والدراية، والضابط الثاني أن تكون يعني الممارسة الديمقراطية هي الفيصل في الأمور، ثم أنه تكون هاد يعني هاد المجال ديال التسيير الرياضي ما يكونش مجال يعني مغلق غير قابل للمساءلة مقدس، حتى واحد يمكن يعرف شنو كيوقع فيه، بالعكس هذا واحد المجال اللي كيستقطب وكيستهوي كافة الفئات ديال الشعب المغربي والمجتمع، ومن حق هذه الفئات وهذا الشعب يكونوا عارفين عليه التفاصيل كلها في عهد الدستور الذي يقر بحق المواطن في الوصول الى المعلومه. كما يقول بان هذا الحديث على الاجور تاع المدربين والمساعدين ديالهم هي خطاب شعباوي، علاش؟ لان الاجور تاع المدربين راه مرتفعه في العالم كله والمغرب ماشي استثناء. طبعا هذا الشيء اولا الكلام على الشعباوي ماشي الشعباوي ما كيهمنيش، لانه هذاك إذا دخلت فيه راني وليت كندير الشعبوية، ولكن حنا كنمارسوا الأدوار ديالنا، أنا منتخب نائب برلماني، من الأدوار اللي عند النائب البرلماني هو يراقب يعني الجهاز التنفيذي ويراقب الطرق ديال استعمال المال العام، فهمتي؟ فإذا هذا من صميم الأدوار ديالنا كهذا. نعم كاين أجور مرتفعة على المستوى العالمي، اذا وجهنا يعني الكاميرا ديالنا لاوروبا وربما مناطق وحده اخرى، ولكن اذا درنا مقارنه مع المنطقه العربيه او مع الافريقيه يمكن يكون كلام. لذلك احنا كنطالبوا بعدا كنعرفوا شنو كاين، حيت ما يمكنناش في غياب المعلومه زعما نديروا التعقيب ديالنا ونديروا التعليق ديالنا، بغينا بعدا اولا نعرفوا المعطيات بالضبط، نعرفوها بالضبط ونشوفوا شحال هذه الكلفه، ثم في النهايه في الاخر ضروري نديروا المقارنه ما بين ما يرصد من اموال والمردوديه، لانه ماشي مشكل انك يكون المبالغ ديال الاستثمار في واحد المجال مرتفعه، المهم هو ان يكون تناسب ما بين المجهود الاستثماري وما بين المردوديه في الواقع.